ندخل في حلقة تانية مباشرة اللي تعتبر ضمن سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية في شهرين، اللي مطلوب منك إنك تشوف حلقات هذه السلسلة بالتسلسل، الأولى ثم الثانية، يعني ما ينفعش تشوفها بشكل عشوائي عشان تحس إنك بديت تتحدث واللغة الإنجليزية بشكل بسيط. وندخل مباشرة في محتوى حلقة اليوم. كل هذه الكلمات إذا شفتها في البداية معناتهم هل، فأي هل هي الأصح، أو متى أستخدم هذه ومتى ما استخدمش هذه. في حلقة اليوم راح يكون فيديو مفيد جدا جدا، وراح يجنبك الكثير من المواقف المحرجة أو الوقوع في الأخطاء. ونبدأ بدو أو داز. ببساطة شديدة دو أو داز معناتهم هل إذا شفتهم في البداية، دو أو داز معناتهم إيش؟ هل في البداية. دو تستخدم مع الآي واليو، اللي أحيانا يو تكون مفرد أو جمع. في كلا الحالات الآي واليو تسبق بقبلها بدو أو الجمع، زي مثلا they we، أو تشيل الضمير تحط بدالهم جمع، مثلا students أو Ali and أحمد. و does دائما تتبع بمفرد، يعني زي she he it أو أي مفرد، مثلا إلهام ممكن تقول Ali. ودوس وكون آلاف من الأسئلة. طيب متى بالضبط؟ دائما حطها في بالك دائما كذا. الدو والداز لازم يكون عندي فعل، بمعنى يركض يجري يأكل يشرب، فقط فعل. وراح أعطيكم بعض القوالب، حاول أنك تحفظها علشان ترسخ في عقلك وتحس أنك بديت تكون أسئلة بشكل automatically. الحفظ هو طريقة ناجحة للتغلب على هذه القاعدة. الحفظ مرة ثانية يخليك تكون أسئلة بطريقة automatically. احفظ فقط، ما تتبعش أن هذا مضارع بسيط أو مضارع مستقبل، فقط احفظ قوالب وراح تلاقي نفسك فعلا بديت تكون أسئلة. إذا دو أو داز دائما أفعال، يعني ما أستخدمهاش لما يكون عندي أسماء أو صفات أو الاثنين مع بعض. فمثلا إذا بقول لك هل تحب، دائما قلنا دو تتبع بإيش؟ بآي أو ذي أو وي أو يو أو الجمع. فرح أستخدم يو لأنها الأكثر شيوعا، دائما نكون هذا السؤال. فرح أقول هل تحب، do you، هل جيو كذا مع بعض للشخص الموجه، سواء كان 1 22 جيو دائما. لايك جيو لايك، هل تحب. الفواكه فروت، ممكن أشيل الفواكه تلاعب، وهذه هي من أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية، تلاعب في هذا السؤال. هل تحب مثلا vegetables، هل تحب الشوكولاتة جيو، خلاص عرفناها. جيو لايك، هل تحب شوكولاتة chocolate، Do you like chocolate؟ طيب ممكن نكون سؤال آخر، ممكن أقول لك مثلا هل تكره؟ Do you، خلاص عرفناها. إذا هذا دائما Do you بعدها أتبعها بفعل، أي فعل من اختيارك. Do you hate؟ Do you hate؟ هل تكره الشوكولاتة؟ Do you hate chocolate؟ هل تكره الفواكه؟ Do you hate fruit؟ هل تكره مثلا أحمد؟ Do you hate أحمد؟ إذن do you وتبعها بفعل، ودوس يمان. هل تريد أن، احفظها كذا قالب جاهز. Do you want to، أو تختصرها do you wanna، do you wanna، do you wanna، هل تريد أن تشرب، do you wanna drink، هل تريد أن تأكل، do you wanna eat، هل تريد أن تذهب، do you wanna go، هل تريد أن تنام، do you wanna sleep. شفت كيف سهلة وتافهة؟ ودوس يا مان. Do you wanna، واتبعها بأي فعل. سؤال آخر شائع، هل تفكر، Do you think، هل تفكر. Do you think about، هل تفكر بي. Do you think about me، هل تفكر فيني. هل تفكر في بلدك. Do you think about بلدك، your country. هل تفكر بأبوك. Do you think about your father، your father. Do you think about، ودوس يا مان. هل تذهب إلى، وكمل بما تريد. Do you go to، do you go to school، هل تذهب إلى المدرسة. Do you go to the hospital، هل تذهب إلى المستشفى. هل تذهب إلى المطار. Do you go، خلاص عرفنا، to the airport. إذن do you go، وكمل بما تريد. هل تثق فيه، do you trust، do you trust، كذا على بعض trust، يثق فيه، وكمل بما تريد. Do you trust، تثق فيني، me، do you trust me. هل تثق في أحمد، do you trust أحمد. Super easy. هل تثق في والدك، فتقول do you trust your father. Super easy.
هل تهتم به؟ من الأسئلة الشائعة جدا في اللغة الإنجليزية. Do you care about? Do you care about? هل تهتم به والدك؟ Do you care about your father? هل تهتم بوالديك؟ Do you care about your parents? Do you care about your parents? Super easy. Do you care about me? هل تهتم فيني؟ Do you care about your parents? Super easy. هل تحب؟ Do you love? Do you love? وكمل بما تريد. هل تحبني؟ Do you love me? هل تكرهني؟ Do you hate me? هل تصدقني؟ Do you believe يصدق؟ Do you believe يصدقني؟ Do you believe me؟ هل تصدق علي؟ Do you believe علي؟ هل تؤمن بي؟ زي trust فتقول أنت تتبعها ب believe in معناتها يؤمن بي. Do you believe in me؟ هل تؤمن بي؟ لكن إذا شلت in فصارت Do you believe me؟ هل تصدقني؟ لأني مثلا ما كذبش. I don't lie. لا أكذب. I don't lie to you. أنا لا أكذب عليك. طيب حابب أقول هل تحاول أن؟ كيف أقولها؟ Think about it. خلاص عرفنا. Do you تحاول أن try to. Do you try to. هل تحاول أن؟ أكمل بما تريد. هل تحاول أن تنام؟ Do you try to sleep. هل تحاول أن تسافر؟ Do you try to travel. شوف تغير كلمة بس. هل تحاول أن تتحدث إلى أبوك؟ Do you try to talk to your dad. Super easy. ودوس كمل بما تريد. طيب حابب أقول هل تخطط أن؟ كل ما عليك تقول Do you. خلاص عرفناها. وبعدين يخطط أن. Plan to. Do you plan to. هل تخطط أن؟ مثلا تسافر. Do you plan to travel. هل تخطط بأن تسكن في الرياض؟ Do you plan to live in Riyadh? Riyadh. Do you plan to live in Riyadh? هل تخطط أن تدرس؟ Do you plan to؟ خلاص عرفناها. To study. Do you plan to study? Super easy. Did I tell you? But I usually say I told you. ولن حركة بسيطة تخليك تتلاعب بكل هذه الأسئلة وتغيرها من هل أنت إلى هل هم، هل أنا، هل نحن. فبكل بساطة كل ما عليك في هذه الأمثلة السابقة إنك تشيل يو كذا وتقولها باي باي، إلى اللقاء، وتحط بدالها من تريد من هذه الضمائر اللي هي I, we, they أو جمع. يعني مثلا تشيل they هم وتحط بدالها مثلا علي وسارة أو علي وأحمد، من تريد، المهم اثنين أو شيئين أو أكثر. فمثلا لما قلت لك هل تكرهني فقلت Do you hate me? Do you hate me? فأنا حابب أقول هل يكرهونني، أشيل اليو حتى الذي، صارت هل هم يكرهونني. شوف من غير أي تغيير، فقط اللهم أنه اليو صارت they وتغير معنى السؤال، ما فيش كسرة ولا ضمة. Do they hate me? هل هم يكرهونني؟ هل تهتم فيا؟ Do you care about me؟ حابب أقول هل هم يهتمون بي؟ فتشيل اليو تحط الذي تصير Do they care about me؟ واتبع هذه الطريقة مع بقية الأسئلة واكتب، حاول أنك تكتب وتتكلم أثناء الكتابة. Trust me, you're gonna speak in no time. طيب رح ندخل الآن مع وي. فمثلا حابب أقول لك هل هم يكرهونني؟ Do they، خلاص عرفنا. Do they hate me؟ هل هم يكرهونني؟ طيب هل حابب أقول مثلا هل نحن، مينفعش أقول يكرهونني، هل نحن يكرهونني، لا، راح أشيل المي هنا فأقول Do we hate مثلا علي؟ Do we hate Ali؟ طيب حابب أقول غير، تلعب، مش شرط علي، غير كبسة، منسف، أي كان. Do we hate كبسة؟ هل نكره الكبسة؟ Do we hate، هل نحن نكره our city، مدينتنا. إذا تلاعب ويتلاعب مع بقية. هل تفكر ببلدك فأقول Do you think about your country، فراح أقول هل نحن نفكر ببلدنا. Do we think about، بدل ما أقول your country، بلدنا، نحن كيف أقولها our country. Super easy. وممكن أشيل الضمير، بدل ما أقول مثلا هل تثق فيني، Do you trust، Do you trust me؟ فقول هل أحمد وعلي يثقون فيني؟ Do أحمد and Ali trust me؟ إذا شلت you حطيت أحمد and Ali أو they، ويبقى السؤال كما هو Do أحمد and Ali trust me؟
super easy. أو مثلا هل تحب الفواكه؟ Do you like fruit? Do you like fruit? طيب حابة أقول هل أنا أحب الفواكه؟ فأقول أشيل اليو حتى الآي وأقول Do I like fruit? I don't know. If you know, let me know. الآن راح تظهر مجموعة من الأفعال باستخدام do you وحاول أنك تختبر مدى استيعابك لمعاني هذه الأفعال اللي ظهرت ضمن هذه السلسلة. ومطلوب منك أنك تكمل، يعني راح أقول لك مثلا do you like، هل تحب، وانت كملها مثلا تحب الفواكه، تحب الخضروات، whatever. الآن راح تظهر على الشاشة وحاول أنك تكملها في الدفتر الخاص بهذه السلسلة. طيب كيف أجاوب على هذه الأسئلة؟ بكل بساطة ممكن تقول yes أو no. تجنب إجابات الكتب اللي يقول لك yes I do أو no I don't، يعني forget about it. فمثلا راح أعطيكم بعض الأجوبة على بعض الأسئلة وتتبع نفس الطريقة. Do you like كبسة؟ هل تحب الكبسة؟ ممكن تقول yes وممكن تقول no وممكن تكملها من السؤال نفسه. فمثلا ممكن تقول yes I like كبسة، ممكن تقول ما أحب تقول no وممكن تكمل تقول I don't like كبسة. وحاول أنك تتابع الحلقات السابقة عشان تكون جمل من هذا الشكل، يعني تقول أحب لا أحب، أفكر لا أفكر، super easy. أما does فاستخدامها بالضبط نفس do، يعني مع الأفعال يأكل يشرب. اللهم الفرق الوحيد أنه does تتبع بمفرد زي he she it، أو مثلا ممكن تشيل الضمير زي she تحط بدالها Sarah، أو هو ممكن تحط بداله Ali. المهم أنه بعد does مفرد، بينما do مثل ما قلت تتبع ب I و you أو جمع، يعني اثنين أو شيئين وأكثر. إذا ثبتها does مع الأفعال، ثاني حاجة دائما تتبع بمفرد. وراح أشرح لكم فيما بعد يعني إيش معنى أفعال وصفات أو أسماء، لأنه فقط نستخدم do does مع الأفعال. وراح نعمل مراجعة للأسئلة السابقة بشكل سريع. في السؤال السابق قلت هل تحب الكبسة؟ كيف أقولها؟ think about it. Do you like كبسة؟ هل تحب الكبسة؟ طيب إذا أنا حابب أقول هل هو هل هي، دائما حط هذه القوالب وراح تظهر مجموعة من الأسئلة الشائعة باللغة الإنجليزية احفظها. فمثلا لو حابب أقول هل هو يحب الكبسة فأقول does he، خلاص احفظ does he، هل هو يعني بتسأل عنه هو مفرد does he يحب like كبسة، يحب الكبسة. طيب إذا أنا حابب أقول هل هو يكرهك، does he، خلاص عرفناها does he، هل هو يكرهك hate you، does he hate you. طيب إذا أنا حابب أقول هل هو يخطط أن يسافر، خلاص عرفنا does he plan to، يخطط أن يسافر travel. طيب إذا أنا حابب أقول هل هو يصدقك، يعني أنا شاكك أنك يعني بتكذب أو مش بيصدقك، فأقول هل هو يصدقك، فأقول does he، خلاص عرفناها يصدقك believe you، does he believe you. طيب إذا أنا حابب أقول هل هو يكذب عليك، فأقول does he يكذب على، تحفظها كذا مع على بعض lie to، does he lie to you، هل هو يكذب عليك. طيب هل هو يثق فيك، does he، هل هو يثق في trust، كلها على بعض يثق في trust، تديك هذا المعنى باللغة الإنجليزية فيك you، does he trust you. طيب إذا أنا حابب أقول هل يريد هو أن يتزوجك، does he، خلاص عرفنا want to، يريد أن يتزوج Mary، يتزوجك marry you، does he want to marry you. وكون آلاف من الأسئلة، does he ينام sleep، does he dance، هل هو يرقص، هل هو يفكر فيك، does he think about you، هل هو يهتم لأمرك، does he care about you. Super easy. I told you. وبكل بساطة لو انت حابب تتلاعب بدل ما نقول هل هو، اعمل كذا 5 أو 6 قوالب أسئلة عن هي واحفظها. فمثلا حابب أقول هل هي تفكر فيك، فأقول does she، هل هي think about you، تفكر فيك، هل هي تخطط أن تسافر، does she plan to travel، هل هي تخطط أن تسافر. طيب هل هي تحاول أن تشتري سيارة، does she plan to، تحاول أن تشتري buy سيارة a car. ويكون نفس الأسئلة هذه بدل ما تقول he حط شيلها وحط بدالها she. أو لو أنت مش حابب تقول مثلا هل هو يكرهك، حابب تقول هل أحمد، فشيل he أو she وقول does أحمد وكمل hate، does أحمد hate you،
هل أحمد، علي، من تريد من الأسماء اللي تستخدمها في حياتك، وقول does، وحدد اسم الشخص وبعدين كمل بأي فعل. Does Ali believe you؟ هل علي يصدقك؟ Does Ali trust you؟ هل علي يثق فيك؟ وكمل يمان بآلاف من الأسئلة، وتلعب بهذه الأسئلة مع الشي مع الهي أو الات. الات غير عاقل، يعني للجماد أو الحيوان، وعادة في أفعال ما ينفعش نستخدمها مع الحيوان، مثلا هل يتحدث، ما ينفعش تقول على الحيوان هل يتحدث. فمثلا ممكن نقول هل تطير؟ Does it fly؟ ممكن تقول Does the cat fly بدل ما تقول it. وممكن مثلا نقول هل يأكل أو هل تأكل، حسب الشيء الجماد أو الحيوان اللي بتتكلم عنه، فتقول Does it eat or does the dog eat؟ هل الكلب يأكل؟ إذن does مفرد وفعل يمان مكون آلاف من الأسئلة. والآن كل ما عليك أنك تختار يا do يا does في هذه الأسئلة، واكتبها في خانة التعليقات أو الدفتر الخاص بهذه السلسلة. والآن المقارنة الكبرى ما بين do, does, is, are, am. كل هذه الكلمات إذا جاءت في بداية السؤال بمعنى هل، طيب إيش الفروقات بينهم؟ بكل بساطة الفرق الأول يكمن إنه do, does دائما تتبع بإيش؟ بأفعال، بينما is, are, am ممكن تتبع بأفعال وممكن تتبع بأسماء أو صفات. نبدأ بالأفعال ونشوف الفرق بينهم. دائما الدو والدز دائما نستخدمها للسؤال عن أشياء تحدث في حياتنا بشكل روتيني، يومي، أسبوعي، مش شرط كل يوم، قد يكون أسبوعي، شهري، المهم أنه نسأل عن أشياء تحدث في حياتنا، عن روتين يحدث في حياتنا بشكل شهري، سنوي، يومي، مش يحدث أثناء الكلام. فمثلا لما أقول لك هل تأكل الكبسة؟ Do you eat كبسة؟ هل تأكل الكبسة؟ مش أنا بسألك عنها، بالعادة أنت بتأكل كبسة. لما أقول لك مثلا هل تكره أحمد؟ فأقول لك Do you hate أحمد؟ هل تكره أحمد؟ مش معناته أنك بتكرهه الآن، يعني هل هذه عادتك أنت بتكره أحمد؟ أو مثلا حابب أقول لك هل تزور والدك؟ Do you visit your dad؟ Do you visit؟ هل تزور والدك؟ Your dad. طيب إذا حابب أقول مثلا هل هو يزور والده؟ Does he visit his dad؟ هنا بسألك هل تزور والدك، يعني بشكل أسبوعي، شهري، عن هذا الروتين، هل تقوم بالزيارة لوالدك، مش عن أثناء، مش بسألك عن شيء يحدث أثناء الكلام. طيب إذا أنا بسألك عن شيء يحدث أثناء الكلام، هنا بنقول لي do و does by، ونستخدم بدالها يا إما is يا إما are يا إما am. الام دائما تتبع بآي وكذا مفصلة للآي، والإز تتبع بمفرد زي she he أو مفرد يعني أحمد ألي، والآر تتبع بالجمع زي مثلا you اللي تكون مفرد وجمع، في كل الحالات الآر تتبع بيو أو they أو we، أو تشيل الضمير وتحط شخصين أو شيئين أو أكثر، زي مثلا are أحمد and Ali أو are boys هل الأولاد. we do's، ودائما الفعل هنا يكون فيه ing، لازم الفعل إذا تبعته، إذا استخدمت is are am لازم الفعل ing. فمثلا إذا بقول لك هل تأكل الكبسة؟ do you eat كبسة؟ هل تأكلها؟ مثلا هنا بتكلم عن هل هي عادتك في أكل الكبسة، مش بكلمك عن أكل الكبسة الآن. طيب إذا أنا بقول لك هل تأكل الكبسة؟ يعني بقصد الآن وقت ما أكل، هل بتأكل كبسة؟ لأني سامعك مثلا بتأكل شيء، فبقول لك مش do you، بقول لك are وبعده you، دائما الـ are تتبع بـ you. are you، we eat لازم ing، فأقول لك are you eating are you eating كبسة، فمعناته هل بتأكل كبسة؟ now الآن، ما فيش داعي أكملها بـ now، المتحدث عارف are you eating كبسة. طيب إذا أنا حابب أقول لك هل أنت مثلا بتلعب؟ Are you playing هل أنت تلعب soccer، كرة قدم؟ إذن الآن وقت الكلام، ليش؟ لأنه عندي are، عندي الفعل زائدا ing. لكن إذا قلت لك Do you play soccer؟ هل تلعب كرة قدم؟ مش الآن وقت الكلام، في العادة هل بتلعب كرة قدم؟ شفتوا الفرق؟ super easy. طيب إذا أنا حابب أقول لك هل تشاهد التلفزيون؟ افرض قلت لك Are you watching TV؟ وإذا سألتك بالطريقة الثانية Do you watch TV؟ إيش الفرق بينهم؟ Are you
هل أنت watching TV تشاهد التلفزيون الآن أثناء الكلام؟ بينما do you watch TV هل تشاهد التلفزيون في العادة؟ بتشاهد التلفزيون ولا لا؟ بالأسبوعي شهري it doesn't matter. إذن هذا هو الفرق. والآن كل ما عليك إنك تحفظ قوالب لأسئلة تبدأ ب are ودوس يمان. دائما تسأل عن شيء يحدث أثناء الكلام ودائما يكون عندك ing ولا راح تظهر مجموعة من الأسئلة الشائعة. فمثلا ممكن أقول لك هل أنت، وراح نبدأ ب are you لأنه هو هذا السؤال الشائع باللغة الإنجليزية. are you، هل أنت تأكل؟ are you eating، كمل بما تريد، كبسة، منسف، أي شيء. are you eating، هل أنت تشرب؟ are you drinking juice مثلا، هل تشرب العصير؟ هل أنت بتشاهد؟ are you watching، are you watching، وكمل بما تريد. طيب هل أنت بترقص؟ are you dancing، are you dancing. هل أنت يعني بتنم على شخص؟ are you gossiping about me، are you gossiping about me. أو مثلا حاب أقول هل بتذهب إلى مثلا السوبر ماركت، hospital، أي مكان، فأقول لك are you going to، الآن أثناء الكلام are you going to، كمل to the supermarket. are you swimming، are you swimming، أنت بتسبح، هل أنت بتسبح، إذن أثناء الكلام. are you reading، هل أنت بتقرأ. طيب هذه الأسئلة تلعب فيها، بدل ما أقول هل أنت بتقرأ حابب أقول هل هي بتقرأ، أشيل ال are وحط بدلها إيش، is. فمثلا نحفظ هذه القوالب، هل هي بتقرأ، is she reading، هل هي بتكتب، is she writing، أثناء الكلام بتكتب الآن. طيب هل هي بتشاهد التلفزيون، is she watching TV، is she watching TV. طيب هل هي مثلا بتنم عليا، is she gossiping about me، gossiping about me. super easy، وتلعب بجميع هذه الأسئلة. بدل are you حط مثلا is she، ولو أنت مش حابب تقول هل هي ممكن تذكر اسم البنت أو ممكن تذكر اسم الشخص وتقول is Ellie، is أحمد. أما على الجماد برضو ممكن تقول is it eating، is it eating the grass، هل هي بتاكل مثلا العشب، is it eating the grass، وممكن تشيل it وتحط مثلا the dog، is the dog eating the grass. أو مثلا ممكن عني أنا، مثلا عادة لما تتعصب تقول له مش أنا بكلمك، يعني عادة كذا معناها باللغة العربية، فتقول am I talking to you، am I talking to you، مش أنا بكلمك، listen to me، listen to me، listen to me، am I talking to you، مش أنا بكلمك، am I talking to you. عادة مش بنسأل، يعني ما بنستخدمش هذه الصيغة كثير، عادة are you تتحول إلى are you، هل أنت، are you listening to me، are you talking to me، يعني بنحولها للشخص اللي أمامك. إذن دائما are you ممكن نستخدمها مع الجمع، بدل ما تقول are you ممكن تقول are they وكمل مع فعل ing، أو are we، are they watching TV، هل هم يشاهدون التلفزيون، are they هل هم، وكمل بفعل زائد ing، أو are we، والمفرد is she is he، ودوس يمان وكمل بآلاف من الأسئلة. إذن مع ال is ال are ال am دائما في ing، وهذا هو الاختلاف الأساسي الأول، بينما مع do و does الفعل في المصدر من غير أي إضافات والمعنى يختلف. مع do you بيكون بتسأل عن شيء روتيني يحدث في حياتنا ممكن كل يوم كل سنة، بينما is و are و am عادة بيحدث أثناء الكلام، وهذا هو الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني وهو مهم جدا جدا، وحاول أنك تركز، لما أسأل يعني لما يكون في السؤال صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض، هنا لا أستخدم لا do ولا does، لأنه قلت دائما do و does في الأسئلة اللي يكون فيها فعل يأكل يشرب. فمثلا إذا حابب أقول لك هل أنت بتأكل كبسة، سؤال بشكل عام عن يعني عادة في حياتك، فأقول لك do you eat كبسة، تمام. طيب إذا حابب أقول لك هل أنت سعيد، هل أنت كريم، هنا ما فيهاش فعل، يعني مش يسعد ولا يأكل ولا يشرب، هنا صفة أو اسم. هل أنت مدرس، فدائما لما يكون عندي صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض، يا إما am يا إما is يا إما are. فمثلا حابب أقول لك هل أنت سعيد، فأقول لك are you، ما قلتش do you، لأنه do you لازم فعل بعدها، يأكل يشرب، do you eat، do you sleep، بينما are you ممكن فعل وفي ing أو صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض. فمثلا هل أنت كريم، are you كريم، generous.
طيب إذا حابب أقول هل أنت طماع؟ Are you؟ هل أنت طماع؟ Greedy. أو هل أنتم طماعين؟ يتغير المعنى حسب المخاطب. Are you greedy؟ طيب إذا حابب أقول هل أنت أناني؟ فأقول لك Are you selfish؟ Are you selfish؟ طيب حابب أقول لك هل أنت محظوظ؟ Are you lucky؟ هل أنت منحوس؟ Are you hapless؟ هل أنت حزين؟ Are you sad؟ Are you sad؟ هل أنت مجنون؟ Are you crazy؟ Are you crazy؟ ما قلش do you. ليش؟ لأنه مع do you دائما تتبع بإيش؟ بفعل. طيب إذا حابب أقول هل هم مجنونين؟ هل هم سعداء؟ دائما تشيل ال you حط بدلها they أو we، لأنه دائما are تتبع بجمع. Are they crazy؟ هل هم مجنونين؟ Are they hapless؟ هل هم منحوسين؟ Are they lucky؟ طيب هل نحن؟ Are we lucky؟ Are we greedy؟ Are we hapless؟ طيب إذا حابب مفرد، مش حابب أقول هل أنت هل هم، مفرد هل هي، فدائما تحفظ هذه القوالب. هل هي؟ Is she؟ هل هي طماعة؟ Is she greedy؟ طيب هل هي أنانية؟ Is she selfish؟ إذا is she وتبعها بصفة. Is she selfish؟ طيب هل هي مدرسة؟ Is she a teacher؟ اسم هنا. Is she a teacher؟ طيب هل هي مدرسة محترفة؟ فتقول Is she مدرسة محترفة؟ الصفة قبل الموصوف باللغة الإنجليزية، فتقول A professional teacher. Is she a professional teacher؟ Super easy. إذن is أو هل أنا مثلا مدرس؟ Am I a teacher؟ هل أنا سعيد؟ Am I happy؟ Am I؟ Am I؟ Am I happy؟ إذن بكل بساطة عزيزي عزيزتي ال R دائما تتبع بجمع، ودائما يكون في يا إما عندي فعل في ing أو يكون عندي صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض. نفس الحكاية مع is و am، تتبع يا إما بفعل في ing أو يكون عندك صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض. بينما do و does مش ممكن أستخدمها مع الصفات أو الأسماء أبدا أبدا، لازم يكون عندي فعل والفعل هذا يكون في المصدر. دائما ما قلش مثلا do you generous، هل أنت كريم، أو does he generous، هل هو كريم. لازم is or am، لازم أستخدم is or am، ما استخدمش do أو does. do does فقط في الأفعال، والفرق أنه تستخدمها للسؤال عن شيء روتيني، عن عادة تحدث في حياتنا. بينما is or am لما تكون مع الأفعال عن شيء يحدث الآن. الآن كل ما عليك أن تجاوب أو تحاول تختار الكلمة الصحيحة لتكوين الأسئلة التالية. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير. This is me saying to you. See ya.